السلام عليكم. موضوعنا لهذا اليوم عن سماد الـ NPK المتعادل. طبعا أنا منزل عدة شروحات عن أنواع الأسمدة وطرق استخدامها، لكن اليوم هو إجابة عن استفسار. أكو هواي ناس جاي تسأل أو تعترض. مثلا اللي يسأل يقول أقدر أسمد بالصيف والجو الحار، أستخدم سماد الـ NPK المتعادل يعني ما يضرر للنبات. واكو من يعترض يقول لا ما يصير، انه الجو حار ما يصير نسمد بالصيف. طبعا هذا القانون مال انه الجو حار وما يصير نسمد بالصيف هذا ينطبق على السماد العضوي الحيواني. وليش احنا دائما نركز انه نقول من تريد تسمد سماد عضوي حيواني تسمده بالشتاء وخلال شهرين اللي هي شهر 12 وشهر الواحد. ما نقول لكم تسمدون بشهر 11 لأن بعد الجو دافي، ولا شهر الثاني الجو يبدي بالدفو، بس هاي الشهرين لأنه كونا باردات، حكم أنه السماد العضوي يكون حار ويكون يحتوي على نسبة بكتيريا وجراثيم، فبالبرد ما تقدر تتحرك هاي البكتيريا فتسمدون بها النباتات الخارجية. طبعا اليوم ما نريد ندخل مسائل عناد وهاي الأمور ونقول لا وسمد وما عليها شيء، وهاي راح أجربها أمامكم. هاي النبتة هيدرا، نبات داخلي. طبعا اليوم جمعة 2/7 يعني 2 تموز، درجات الحرارة تقريبا متجاوزة 55 عندنا أو أكثر، فراح أسمدها قدامكم حتى تشوفون. طبعا انا ذاكر بالشرح مال طريقة استخدام سماد الـ NPK المتعادل، هو ملعقة شاي صغيرة مع لتر مي، هاي الكمية اللي ذاكرها. هذه خلي اقول لكم كلمة، هاي اقل كمية انا مطيها لكم، احنا ما نستخدم هاي الشيء. واكو زميل يعني قناة مصرية بالتحديد عدة شرح عن طريقة استخدام سماد الـ NPK المتعادل، تدرون ايش قد يخلي مع اللتر المي؟ ربع كيلو سماد NPK متعادل. وبعدين يجي يلا يخففه ويا اعتقد يعني حسب ما اتذكر ويا لترتين او ثلاثة. انا اعطيتكم اقل كمية يعني خاشوقة صغيرة مات شاي على لتر مي، حتى شنو يعني بامكانك انت هذا اللتر كله الديره بالنبته بالسندانه ما راح يضرر لك اياه، لانه اقل كميه يعني بس مجرد يسد لك رمق النبات. واعرف انه الناس اكثريتها عندها حساسيه من هذا السماد، فاليوم راح اشوفكم شلون احنا نسمد سمادنا الحقيقي، يعني احنا بالمشاتل شلون نسمد. راح اشوفكم، شوفوا هاي الخاشوقه اللي اقول لكم تخلوها على لتر مي، هذا طشيتها على سطح التربة. طبعا انا ليش اختاريت هاي النبتة؟ لان هاي باقي عندي اخر نبتة، يعني كلهن مبيوعات، فباقي عندي هاي اخر وحدة راح اسويها قدامكم. هسا انا خليت سماد خاشوقة شاي صغيرة، وما جاي اقول لكم انه استخدموا، لا استخدموا الطريقة اللي انا شارحها، بس انا جاي بهاي الحلقة اتحدى الاراء اللي يقول ما يصير السمد سماد مركب بالصيف. هسه هاي خليت السماد، اجي ازقي التربة. طبعا لازم تكون التربة ناشفة حتى شنو من ينزل السماد الجذر يكون عطشان فيمتص المادة، اذا التربة رطبة ما راح يمتص المادة. هسه سقيت نزلت المادة. طبعا اكو جماعة يقولون سمدت ووراها ذبل النبات، السماد ما يذبل النبات. السماد اذا كانت كميته قوية ومركزة على النبات فراح يحرقه، يحرق لك الورقة، شوفها يعني فد شكل غريب يحرق لك اياها، ما راح يذبلها. الذبول عطش، يعني انت مموت النبات مالتك من العطش. فهسه انتم هاي شوفوها قدامكم، ان شاء الله
لأن أكيد السماد إذا كان مركز ومؤذي فأكيد يعني ما راح تصمد الباكر، راح تتضرر عدي. إن شاء الله باكر أرجع أسجل عليها حتى تشوفوها. طبعا رجعنا لكم، اليوم سبت، الساعة هسه 10:15 الصبح. هاي النبتة البارحة سمدناها، احنا سمدناها قبل صلاة المغرب، فأكيد يعني وقت طويل. إذا كان السماد مركز وبي تأثيرات على النبات فمباشرة راح يضرر النبات. فهسه خلينا نشوف وياكم النبتة مثل ما قلنا، نسمد ونشوف، شوفوا النبات، أوراق سليمة، صحة عال العال. خلينا نعوف الأوراق القديمة لأن يعني تكون شوية قوية، نجي للأوراق الجديدة. هسه هاي ورقة جديدة ما بيها أي شيء، نجي منها شوفوها، اكو اثار ذبول، احتراق اوراق، جاي تشوفون اي شيء، كل شيء ماكو، نبات سليم. كلكم شفتوا الكمية اللي ضفتها للنبتة، شوفوا هالنبتة امامكم، كل شيء ما بيها. مثل ما ذكرنا درجات حرارة تقريبا فوق 55 درجة، جو حار كلش، مدة يعني اللي خليتها طويلة يعني أكيد لازم يبين على النبات، وهذا النبات قدامكم. فيا أخوان، على الأشخاص اللي يطرحون آرائهم بدون تجربة خلي يجرب يلا يطرح رأيه، لأن هي المسألة مو مسألة عناد، مسألة علمية. هذا سماد ينحل بالمي فأكيد ما راح يأثر، حكم أنه ما تصير السمد بالصيف، هذا ينطبق على السماد العضوي. مثلا عندكم سماد اليوريا، ليش أنا حذرت من سماد اليوريا؟ لأن أعرفه سماد خطر فحذرت به، وأكو جماعة أصلا اعترضوا على هذا التحذير، لكن حذرتكم من يمه لأن أعرفه سماد يكون خطر على النباتات. أما سماد الـ NPK المتعادل، سماد عنصر الحديد، العناصر الصغرى، لا، هذه أسمدة النبات يحتاجها فركزنا عليها. أنا ما جاي أقول لكم أنه أخذوا برأيي أو بطريقتي، هذا خيار تابع يعني راجع لكم، أنت مخير، تريد السمد تريد ما السمد أنت بكيفك، لكن جاي تشوف قدامك النبات. ليش جماعة يسألوننا ليش إحنا النباتات نأخذها من المشاتل بهذا الخضار والقوة تجي يمنا بعد فترة تنتهي؟ السبب أهم أسبابها هي نقص التسميد. فمثل ما قلت لكم أنتم مخيرين، ولا تأخذون بالكمية اللي أنا خليتها، خاف كل شيء يصير. يعني يجوز أنت السماد اللي عندك مشتري من شخص ما يعرف مطيك مع السماد نباتات خارجية، وإن شاء الله راح أنزل لكم حلقة عن الأسمدة اللي تستخدموها للنباتات الداخلية وللنباتات الخارجية. هذا كل ما يتعلق بهذا الموضوع، نتمنى أن تكون حلقة مفيدة، ونتمنى أن نكون أفدناكم وثيمانا.